مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة. لأذكركم بالحصيلة ومستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية، وذلك إلى حدود الساعة 6 من مساء يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، حيث تم تسجيل 526 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى 489,622 حالة، فيما تم تسجيل 600 وحالة واحدة شفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى 476,727 حالة شفاء. كما تم للأسف تسجيل 4 حالات وفيات، ليرتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 8,737 حالة وفاة منذ بداية الوباء ببلادنا. إذا مشاهدينا الكرام، وزارة الصحة تعلن في نشرتها الخاصة بكوفيد 19 عن تسجيل 526 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى 489,622 حالة، فيما تم تسجيل 601 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين بالمملكة إلى 476,727 حالة شفاء. كما تم تسجيل للأسف 4 حالات وفاة، ليصل مجموع الوفيات بالمغرب منذ بداية جائحة كورونا إلى 8,737 حالة وفاة. فيما يخص مشاهدينا الكرام، عدد المستفيدين والمستفيدات من الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد 19 فقد وصل إلى 4,236,386 مستفيد ومستفيدة، فيما وصل عدد المستفيد من الجرعة الثانية إلى 1,960,996 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الثانية من اللقاح. إذن مشاهدينا الكرام، مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب، فقد تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة وإلى حدود الساعة 6 من مساء يوم الثلاثاء 16 مارس تسجيل 526 حالة جديدة مؤكدة، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة بالمملكة إلى 489,622 حالة إصابة. كما تم تسجيل 601 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 476,727 حالة شفاء. كما تم تسجيل للأسف 4 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 8,737 حالة وفاة منذ بداية الجائحة. أما بخصوص عدد المستفيدين والمستفيدات من الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد 19 فقد وصل إلى 4,236,386 مستفيد ومستفيدة، فيما وصل عدد المستفيدين من الجرعة الثانية إلى 1,960,996 مستفيد ومستفيدة. أما بخصوص الوضعية الوبائية على مستوى جهات طنجة تطوان الحسيمة مشاهدينا الكرام، فقد عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما تم تسجيل لأول مرة خلال 48 ساعة الماضية 0 حالات إصابة بمجموع مدن الشمال، اليوم تعود لتسجل بها 17 حالة مؤكدة وصفر حالة وفاة، وذلك حسب التوزيع الجغرافي التالي: بطنجة أصيلة تم تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة، بالعرائش 4 إصابات مؤكدة، بتطوان 3 حالات مؤكدة، نفس الشيء بالحسيمة 3 حالات مؤكدة بالفيروس، ووزان حالة واحدة، فيما لم تسجل أي حالة بكل من شفشاون وإقليم الفحص أنجرة. إذن لم تسجل أيضا أي حالة وفاة بمدن الشمال.
إذن أعيد مرة أخرى مشاهدينا الكرام على أنه على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة تم رصد 17 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وصفر حالة وفاة. بكل من طنجة أصيلة تم تسجيل بها 6 حالات إصابة، بالعرائش 4 إصابات مؤكدة، بتطوان 3 حالات مؤكدة، بالحسيمة 3 حالات مؤكدة بالفيروس، والزين حالة واحدة مؤكدة بالفيروس، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بجميع مدن أقاليمنا الشمالية. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة، قدمت لكم الحصيلة اليومية الخاصة بالوضعية الوبائية ببلادنا، ونحن في هذه الجولة المسائية بانطلاقا من الكورنيش المدينة في اتجاه ميناء طنجة المدينة. هكذا تبدو الأجواء بعد غروب الشمس. إذن تحية لكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، فمزيدا من الحنطة والحذر، ردوا البال، خليكم في انتظار يوصل الدور ديالكم باش تعملوا الجرعة الأولى من التلقيح، التزموا بارتداء الكمامات الوقائية واحترام المسافات القانونية وتطهير اليدين بالماء والصابون والمطهرات الكحولية. تحية لكم مشاهدينا الكرام، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.